مرادار، بديت معاه ماشي بديت معاه، بدينا بزاف لي تورني انا وياه، وكنا كنخدموا بنفس، كان كيكون معايا بنفس الفرقه. انسان اللي متواضع، انسان اللي خلوق، وكنت كنشوفه بان غادي يوصل لواحد المرتبه. انا ديك الساعه كان معايا باقي يلاه مبتدئ وداك الشيء، وكنت كنشوف فريد غنام غادي يوصل لواحد القمه ان شاء الله. وكانت جات ليا في دو فويس اول خطره غادي ينجح فيها كان معايا، و ام بي سي كانت جات عندي ودرت لفريد غنام مفاجاه في جيمي طار في اكادير، وكانت اول لحظه قلت لها فريد ان شاء الله راه غادي توصل لواحد القمه، وراه غادي راه غادي فريد، ماشي ها دابا فريد راه ما وقفش، ها دابا فريد باقي ان شاء الله. كنت نشوف لي واحد النجوميه ان شاء الله عالميه من قلبي، لان واحد الانسان متواضع، واحد الانسان الله عمره دار، واحد الانسان اللي كيخدم وعزيز عليه، يخدم وعز عليه الناس. والمشاريع المستقبليه يلا ساليت واحد لو تيتر مع تيتوب دي جي تيتوب برودكسيون فرونسيز، غادي الدخول دابا كنا غادي نخرجوا هاد الايامات لو كليب راه كنصوروا فيه، واش غادي نخرجوا هاد الايامات ولا غادي نخرجوا من بعد العيد، انا كنتسنى دابا. دونك لا شونسون هي في القيماطه كما كيقولوا في البيرو محطوطه، كنتسنى ان شاء الله يمتى نخرجوها. كنتمنى واحد رمضان سعيد للجميع، الناس اللي كيشوفونا هنايا، ندخل عليكم ان شاء الله بالصحه النجاح طول العمر، تصوموا وتزيدوا تعاودوا تصوموا، وكنوصيكم بحاجه، رضات الوالدين ورضات الوالدين ورضات الوالدين، لان مهمه ان شاء الله، وصوموا ليا ويدخل عليكم رمضان بالخير والخمير كما كيقول.